وضع مخططات إنذار من أجل الكشف المبكر عن هؤلاء المجرمين أو المتسببين في هذه الحرائق، ليأتي دور الردع والتطبيق الصارم للقانون في حالة ارتكاب أي نوع من هذه الجرائم. وجب كما سبق ذكره فتح تحريات معمقة تحت إشراف السادة وكلاء الجمهورية من طرف ضباط الشرطة القضائية المختصين، واستعمال كافة التحريات والأدونات القانونية التي يخولها لنا القانون قصد الكشف عن مرتكبي هذه الأفعال ومتابعتهم وتقديمهم أمام القضاء لتسليط العقوبات الصارمة وفقا لقانون العقوبات.